أعداد من يتحصلون على اللقاح لا يتجاوز يوميا 2500 حاليا. في الأوقات في الأسابيع الماضية كان عدد من يتلقى اللقاح أكثر من 15,000 يوميا، هذا بسبب نسبة التحصين العالية في المنطقة الشرقية. بحسب الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة فإن نسبة المحصنين بجرعتين في المنطقة الشرقية يصل إلى 66% من إجمالي عدد السكان. فرض الفشل الكلوي الذي يتجاوز عددهم في السعودية 20,000 بالإضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء، بدأت الجهات الصحية في المنطقة الشرقية بتقديم الجرعة الثالثة لهاتين الفئتين قبل ما يقارب أسبوع.